وعودة للحديث حول موضوع المطاعم والمقاهي في المملكة، ينضم معي الكاتب الاقتصادي الدكتور صالح السلطان. حياك الله معنا دكتور صالح. يعني 80 مليار ريال هو حجم القطاع في المملكة، شركات الأبحاث ما زالت تتوقع نمو إيجابي للقطاع خلال العام الحالي. اليوم في ظل المعطيات الجديدة، يعني أزمة كورونا تأثيرها بالنسبة على هذا القطاع، القراءة اليوم بالنسبة لمستقبل هذا القطاع في ظل هذه الآثار يعني السلبية اللي كانت على القطاع الفترة الماضية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. لا، هو طبعا الجميع يعرف الأزمة والكورونا وفيروس التبعات أو الحجر والمنع وإجراء الدول في بلادنا وفي غيرها، تأثرت المطاعم وقطاع الترفيه والسفريات كلها تأثرت، تضررت كثير لأنها أماكن تجمع وأماكن شبه انتقال الفيروس والتصاق الناس، ويكون فيها سوق سالب والنشاط يكون أقل من العام الماضي هذا السنة إذا كان قص عن هذا العام. أما عن السنوات الجاية فيعتمد، إذا إن شاء الله راح الفيروس وانتهى ورجعت الأمور فسيرجع النشاط. جميل. اليوم بالنسبة مستوى الإنفاق، البعض يعني هناك العديد تحول إلى الجانب التقني، أيضا بعض يعني القطاعات استفادت يعني حتى في ظل هذه الأزمة اللي أثرت سلبا بالنسبة لهذا القطاع، بعد عودة هذا الأنشطة الاقتصادية يعني كاملة في المملكة، قراءتك بالنسبة للمتغيرات التقنية وأيضا بالنسبة حتى على إنفاق المستهلك؟ لا، هو في من ناحية الطلب أي زاد، نعم، مع القعود في الجلوس في البيت وإغلاق مطاعم وأماكن الترفيه كذا، في الطلبات اللي عن طريق توصيل زادت، لكن أقصد الخدمات اللي تحت اللي تتقدم داخل الأماكن المطاعم نفسها النجوس هذه قلت، ضعفت كثير. جميل. شيء زاد شيء نقص. أيهم الصافي؟ أتوقع الصافي بصفة عامة في الأطعمة والغداء والأطعمة والغداء بصفة عامة أنها زادت الطلب عليها، ما لازم لأن الناس أغلق عليهم باب الصرف والحجر على بعض بنود الصرف والسفريات والترفيه وبعض الأعمال والتجمع والدوائر وكذا، صار في هجر. وفي الوقت نفسه كان ساعات الجلوس في البيت أطول والفراغ الساعات أكثر، في دار الطلب على جميل داخل البيوت. كان هناك بعض التنظيمات كان هذا السؤال إذا كان هذا اللي تعمل. جميل جميل. كان هناك بعض التنظيم بالنسبة في هذا القطاع الفترة الماضية، كان من أهم نقطة هو إلزام بالنسبة يعني القطاع بشكل عام بالتحول بالنسبة للدفع الرقمي، وكذلك البعض يقرأ أنه هذه يعني نقطة إيجابية لمكافحة التستر التجاري بالنسبة وتنظيم هذا القطاع بشكل يعني جيد. نعم، هو يساعد لكنه لا يكفي. الدفع الإلكتروني يساعد على تقليل لكنه لا يكفي، لأن كثير سيبقى بالستر ويضعها في الزمن الكفيل وكذا كذا. الموضوع يحتاج إلى أننا نوسع ونزيل مجال تدريب المواطنين، كثير من المواطنين في معهد التدريب الفني في المساف في فترات نوعة على قدر الاستطاعة، أن قليلا قليلا بالتدريج، يعني ليست مسألة في سنة سنتين، على سنوات أنه يزيد نسبة التوطين والتوظيف السعوديين في القطاع المطاعم، إذا تزايد أن نعمل كل سنة مثلا قد صاعد النسبة تزيد. نعم. الدكتور صالح السلطان الكاتب الاقتصادي كنت معي من الرياض، شكرا جزيلا لك.